إذا مرحبا بكم، مرحبا ب إذاعة الحياة اف ام. نرحب بكافة تلاميذنا وتلميذاتنا يعني اللي التحقوا بمقاعد الدراسة السنة الدراسية 2023-2024. كانت الحقيقة الأجواء يعني فهمني عادية وطيبة، والتلامذة فهمني لقاو معناها ما لقاوش حتى إشكال في علاقة يعني بجداولهم معناها اللي يتسلموها اليوم. كذلك يعني إطار تنظيم من جهة القيمين ومن جهة الإداريين كانوا يعني سجلوا حضورهم يعني في أوقاتهم القانونية. تبقى يعني كل المؤسسات التربوية تقريبا تشكو من نقص الفادح اللي يتعلق بعمال الحظائر، واللي أنا ركزت عليه الحقيقة لأنه على الأقل في المؤسسة التربوية شهد العطلة اللي يعني تحتضن تقريبا 800 تلميذ وبيع أكثر من 800 تلميذ، الحقيقة فهمني نلقى مشكل في علاقة يعني بعملية التنظيف وصيانة يعني المؤسسة من الداخل. لذا فهمني نوجه يعني نداء للمسؤولية في ولاية قيروان ومعتمدية قيروان الجنوبية بأنهم معناها يحاولوا قدر الإمكان أنهم يوفروا لنا يعني ما أمكن من العمال. كما كل المؤسسات في تونس نستقبلوا تلامذتنا، نرحبوا بهم ونقولوا لهم عودة مدرسية ميمونة في ظل معناها برشا صعوبات قاعد يتعرض لها التعليم العمومي، وخاصة في علاقة بالبنائات وبالتجهيزات. انتم قاعدين تشوفوا لهنا صحفيين معايا، معناها في وضعية المؤسسة، في وضعية البنية التحتية متاع المؤسسة اللي هي ما تختلفش على مؤسسات القروان الكل. ننتظروا في برشا مشاريع معطلة، برشا قاعات طايحة، تجهيزات كيف رانا نتشكيو برشا من نقص في التجهيزات، خاصة الطواول والكراسي، وهاكم تشوفوا عندكم عينة وراكم طواول مكسرة وكراسي مكسرة. نتمنى وتكون ثم لفتة بالحق كبيرة وهبة جماعية من أجل إنقاذ التعليم العمومي.